القرار اللي صدر بعدم دخول عدم المحصنين أو غير المحصنين للأماكن العامة والأسواق والأماكن اللي يتواجد فيها الناس بشكل كبير، هذا قرار لا شك هو قرار إيجابي وقرار يصب في مصلحة الجميع. ومن هالمنطلق ندعو الجميع إلى المبادرة في أخذ التطعيمات واللقاحات ليزول هذا الوباء إن شاء الله في أقرب وقت ممكن. Love you.